أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أعلن المفاوض الفلسطيني عضو اللجنة المركزية لفتح محمد شتيه أن المسؤولين الفلسطينيين سيطلبون انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة في أيلول سبتمبر المقبل بغض النظر عن استئناف محادثات السلام مع إسرائيل. وقال شتيه إنه يعتقد أن المعركة الدبلوماسية القادمة مع إسرائيل ستدور في أوروبا، وأن انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة يمكن أن يساعد في تعويض عدم التوازن في القوى ووضع مرجعيات واضحة للمفاوضات. نفى شيخ مشايخ قبيلة حاشد في اليمن صادق بن عبد الله الأحمر في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن يكون لهم دخل في محاولة اغتيال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح المنتمي أصلا إلى قبيلة حاشد. وعزى محاولة الاغتيال التي لا يزال يكتنفها الغموض إلى وجود تسريبات تفيد بأن هناك صراعا داخليا لأجنحة مختلفة حول الرئيس. المجلس الانتقالي الليبي يرفض مبادرة سيف الإسلام القذافي حول إجراء انتخابات بإشراف دولي خلال 3 أشهر أو في نهاية العام على أقصى تقدير. وقال في مقابلة مع صحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية إنه واثق من فوز والده. ومن جهتها قالت واشنطن إن الاقتراح الليبي جاء متأخرا، كما رفض المجلس الوطني الانتقالي الاقتراح. اتهمت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الخميس قوات الزعيم الليبي معمر القذافي باستخدام الاغتصاب وأعمال العنف ضد النساء كأدوات حرب. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أكد الأسبوع الماضي أن لدى المحققين أدلة على أن القذافي أمر شخصيا بتنفيذ عمليات اغتصاب جماعية، ووزع لهذه الغاية منشطات جنسية من نوع فياغرا على جنوده. قال التلفزيون الحكومي السوري يوم الخميس إن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد سيترك العمل في التجارة ليشارك في الأعمال الخيرية، وهي خطوة تستجيب لأحد مطالب المحتجين المطالبين بإنهاء حكم الأسد. ويعتبر مخلوف وهو في الأربعينيات من العمر بأنه أخطبوط الاقتصاد السوري نظرا لإمبراطوريته المالية التي تسيطر على معظم مفاصل الاقتصاد السوري. وأخيرا في هذا الموجز، يجري العمل لوضع أول موسوعة تاريخية إسلامية عالمية عن الحج ومكة المكرمة والحرمين الشريفين بمشاركة معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة ودارة الملك عبد العزيز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا القدس.com. دمتم بخير، إلى اللقاء.